عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ننطلق مع هذه الأسماء، ننطلق مع هذه الشعارات التي دائما لها صولات وجولات في سباقات الهجنة العربية الأصيلة. ننطلق في هذا المهرجان الغالي، مهرجان قصر الحصن، الصدارة والمقدمة، المركز الأول هنا، التحدي والإثارة، الاندفاع في هذه اللحظات. يا سلام، الذيب هناك الصغير من عبد الله بن بدر العامري على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني أتابع من حاش علي بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثالث أتابع هناك الحضور من هملول محمد بن معيوف بالكدش العامري. المركز الرابع وصل هناك أيضا في هذه اللحظات، وصل هذه الشعارات الجميلة هنا أيضا المميزة من الجانب الأيمن. ولكن يا سلام، هناك الغادم أحلى في هذه اللحظات، زعبيل خالد بن جابر بن عبد الله الحربي. المركز الخامس أتابع الذيب فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي. والمركز السابع، سابع التحدي هنا، وصل شاهين وتقدم شعار وسام بن عبد الله المهري هنا على المركز السابع. المركز الثامن هناك أيضا الوصول، هناك أيضا التسلل من شاهين مبارك بن علي بن سالم العامري. والمركز التاسع الوصول هناك أيضا من مرعوش مطر بن حياب بن مطر بن سعيد الاكتبي. بينما المركز العاشر في هذه اللحظات التحدي هناك أيضا والوصول من هملول فلاح بن ناصر بن مصلح الإحبابي. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول مع الاندفاع الجميل، الاندفاع المميز. هناك الوصول، هناك أيضا التسلل من الذيب، الذيب الصغير من عبد الله بن بدر العامري. هناك أيضا يتواصل مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني أتابع هناك الذيب فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي. ولكن بدأ التسلل هنا، بدأت التحدي والإثارة أيضا في هذه اللحظات. هناك مرعوش أيضا مطر بن حياب بن مطر بن سعيد الاكتبي. يا سلام، بينما هنا أيضا الذيب فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي، بينما هنا أيضا الوصول، وصل هناك أيضا وتسلل شاهين، وصل مبارك بن راشد بن علي الشامسي هنا. بينما الوصول من شاهين مبارك بن علي بن سالم العامري، هكذا النداء. بينما التسللات من المراكز الخلفية، وصول هناك أيضا من الشعارات الأخرى. بينما هنا الوصول من مطفي سعيد بن خليفة بن رشيد السويداء. يا سلام، عودة إلى الصدارة، السيارة، السيارة بالانتظار لصاحب المقدمة، صاحب المركز الأول والعصافة الأبطال هنا أيضا على صدارة هذا الشوط. ما إن شاء الله بدأ ينحاش من حاش، بدأ ينحاش من حاش على صدارة هذا الشوط. علي بن خليفة بن رشيد السويدي، السويدي، السويدي يتواجد على الصدارة مع المقدمة. هناك أيضا على المركز الأول شواطي جميرة. المركز الثاني أتابع، أتابع، أتابع مع المركز الثاني هملول، هملول، هملول فلاح بن ناصر بن مصلح الإحبابي. بينما هنا الوصول، يا سلام، وصل الذيب مع الدرعي. بينما الوصول هنا أيضا الوصول من مطفي سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. ولكن هناك أيضا أتابع، أتابع، أتابع هناك الوصول، أتابع التحدي أيضا من شاهين مبارك بن صالح بن علي بن براس المري. ولكن صدارة هذا الشوط، الأمور في خطر. الأمتار الأخيرة، السيارة تحتار، السيارة تحتار ما بين هالشعارات الجميلة. ولكن خلاص مطفي، 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 مطفي على صدارة هذا الشوط مع المقدمة هنا مع المركز الأول محمية الفقع على صدارة هذا الشوط. انتاج جميل، ولكن خلاص، خلاص مطفي، مطفي يقدم لنا هذا العرض الجميل. سلام، سلام السويدي، سلام، سلام. هناك أيضا جميرة، جميرة أيضا تحتفل بهذا السلام وتحتفل هنا أيضا تحية للفقع، نبغي لها تحية. المركز الثاني أتابع هناك الوصول في هذه اللحظات، مغادر سيب بن علي بن ضحاك الشامسي. المركز الثالث كان من نصيب هناك أيضا أعزائي المشاهدين متابعين الكرام شاهين مبارك بن صالح بن علي البريس المري. والمركز الرابع كان من نصيب هنا أيضا الوصول من
مغرور حمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبه، بينما المركز الخامس كان من نصيب هناك ايضا حفلان راشد بن سالم بن بخيت الاكتفي. عوده الى التوقيت الزمني ايضا 6 دقائق او 5 دقائق 56 ثانيه جزئين من الثانيه، توقيت مميز هنا ايضا لصاحب المقدمه والصدارة المطفي سعيد بن خليفه رشيد السويدي. المركز الثاني كان من نصيب هناك ايضا على المركز الثاني مغادر علي بن علي سيب بن علي بضحك الشامسي، والتوقيت الزمني 5 دقائق 57 ايضا 9 اجزاء من الثانيه، بينما المركز الثالث كان من نصيب هناك ايضا لحظات الوصول من ثالث المراكز شاهين امبارك بن صالح بن علي ال بريسي المري، والتوقيت الزمني 5 دقائق ايضا 58 ثانيه جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس الجميع على الفايز. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركه